مساء الخير، حلقة جديدة من برنامج مشاهير. هالأسبوع رصدنا وغطينا كل الأخبار والقضايا الفنية اللي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حييكم عبر الجديد. لنص ساعة من الوقت رح نجول ببرنامج مشاهير على مختلف المواضيع والقضايا الفنية والإصدارات الجديدة. رح نبدأ مع القضية اللي كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي لهالأسبوع، وهي لقاء مع النجمة سيرين عبد النور اللي كشفت فيه أنه بطولة مسلسل للموت كانت لإلها، وأنها بنفسها اختارت اسم سحر للشخصية قبل ما يصير العمل بين إيدين شركة إيجل فيلمز، وتختار للبطولة نجمة ماجي بوغصون ودانييلا رحمة. هو كان دور لما، أنا سميته سحر، كان اسمه لما، نعرض علي من قبل زياد شويري. فتح الموضوع تيما ما مر على خير بعد ما أصدرت شركة إيجل فيلمز ممثلة برئيس مجلس إدارتها سيد جمال سنان بيان رسمي كذبوا فيه كل اللي قالته سيرين عبد النور، كاشفين إنه العمل انكتب خصيصاً للنجمتين اللي شاركوا ببطولة الجزء الأول والثاني وحالياً عم يتحضروا للجزء الثالث. وطبعاً شارك البيان معظم صناع العمل وعلى رأسهم المخرج فيليب أسمر والكاتبة نادين جابر، وبدأت الحرب قالوا إيل بين الإعلاميين والفانز، ودخلت النجمة نوال الزغبي على الخط وغردت عبر تويتر: نحن نعيش في مجتمع إذا رسبت فيه تموت من التنمر، وإذا نجحت تموت من الحسد. تغريدة نوال استدعت رد من الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور اللي أعادت نشر التغريدة وأرفقتها بتعليق: مشان هيك الله يبعد عنك الاثنين المتنمر والحاسد، لأن الاثنين إلهم الله، الله يمهل ولا يهمل. على كل محمد بمعلومات خاصة لبرنامج مشاهير، هالمسلسل كان بعنوان الجوزاء للمنتج زياد شويري، وانعرض فعلا على النجمة سيرين عبد النور، وانعرض أيضا على النجمة ورد الخال اللي كانت فعلا موافقة على الدور، ولكن عاد النص ورسي مع شركة إيجل فيلمز، وتم اختيار ماجي بوغصون ودانييلا رحمة. النجمة اللبنانية ميريام فارس بتتخطى أغنيتها قومي عدد سكان الكرة الأرضية وبتوصل لل 8 مليار ونص تقريبا برقم قياسي، وبتعليق إلها بتقول إنها بتفتخر لوصولها للعالمية من خلال هالأغنية اللي عم تنلعب بكل الكلوبات العالمية وعم بتحقق ترند على تيك توك ومختلف التطبيقات الموسيقية. ألف مبروك لميريام فارس. نبقى محمد مع نجاحات النجوم، وألف مبروك للنجمة نانسي عجرم أغنيتها الجديدة صح صح مع الدي جي العالمي مارشميلو، والأغنية ترند من لحظة صدورها، وكان عشرات النجوم والإعلاميين باركوا لنانسي عجرم نجاحها الجديد. خلينا نشوف مقطع من الكليب. شكلها سهرة صباحي والكل هيفضل صاحي وما نسهرش إلا مع الناس. المقارنة بين إصدار أغنية نانسي عجرم صح صح وأغنية هيفا وهبة تيجي ولعت الحرب بين الفانز وبلشت التعليقات والتغريدات السلبية بين الطرفين. وما خلصت القصة هون محمد، شغلت هيفا وهبة محبينا بعد تهديدها لأحد المتابعين باللجوء للقضاء لمعاقبته بعد كتابته لتعليق مسيء إلى، واتهمها أنها عم تعمل لايكات لتعليقات مسيئة بحق زميلتها نانسي عجرم، ولكن عادت وهديت ووجهت رسالة لكل المحبين شكرتهم فيها على الحب والدعم بعد إصدار أغنيتها. نختم مع النجمة نادين الراسي اللي تصدر مقطع فيديو إلها من مسلسلها الأخير بيروت 303 حديث المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما ظهرت فيه عم تتناول كمية كبيرة من الأدوية كأنه عم بتحاول إنهاء حياتها وسط صراخ وبكاء وانهيار بسبب حبيبة. رجعنا عمر الدراحة رجعنا صبية جواز وأعمل أحد لبنته. أنا موجوع. نادين الراسي نشرت هالفيديو عبر انستغرام وارفقته بتعليق: ما في شي بيرجع لنا شي، الوجع كان قوي والدواء غلبه، هيدا وجع الروح مش كلمه منكتبها. واضافت: رزان بيروت 303 حبك غلبك وان شاء الله اكون اعطيتك شوي حقك. نذكر ان نادين الراسي رجعت للدراما بمسلسل بيروت 303 بعد غياب، وعلى امل نضل نشوفها باعمال جديده.